الحاجات دي. طيب من يمكن الوقت بيعدي بسرعة واحنا خلاص معانا تقريبا دقيقة، انا عايزاكي تقولي لنا كل ام وكل اب عندهم طفل جريء، انت قلتي في الاول ده نعمة تستحق صحيح. الشكر. طيب شكر النعمة بيبقى يعني باستثمارها، ازاي نستثمر الطفل الجريء بحيث يطلع بعد كده الطفل هو بوادر طفل قيادي وبوادر طفل في المستقبل صحيح. عنده ذكاء زي ما انت قلتي اجتماعي عالي، ازاي نستثمره بطريقة صحيحة؟ اول حاجه هو الفرق بين الجرأه والوقاحه، زي ما احنا قلنا انعكاس لتربيه الوالدين، يعني الرك في الموضوع على الام والاب. انا اللي هدفع ابني لان هو يكمل الجرأه دي بادب او ينتقل من الجرأه دي لمرحله الوقاحه. فانا لما ابني يعمل اي حاجه اي تصرف صحيح انا اثني عليه، لو عمل اي حاجه غلط ممنوع منعا باتا ان انا احرجه قدام اصحابه او قدام اصحابي انا او قدام اي حد كبير او اي مجتمع. حتى لو دخل في الكلام في النص، بالظبط، حتى لو لو اتدخل قال ده لازم وجهة نظر اخرى لازم في اتفاق من قبلها، من قبل ما نخرج احنا خارجين بنفتكر مع بعض كم اتفاق بسيط جدا، ان مثلا لو ضربت حد هنرجع البيت، لو اتدخلت في كلام مش تدخلت في كلام الكبار بمعنى ان انت ما تقعدش معاهم، لا اقعد وكل حاجه واسمع وشارك، بس لما يكون لك وجهة نظر ولك دورك. لكن مش ينفع انا وخالته مثلا بنتكلم وانت تقوم داخل في النص تقول لا اصلا مش عارف ايه، او يعكس الكلام او يقول حاجه مغايره. انت مسموح لك تقول الراي اللي انت عايزه بس باستئذان ولما يجي الدور عليك. ماشي. فانا لما احط القواعد بتاعه المواقف الاجتماعيه العاديه، انا المفروض كأم واعيه عارفه ان ابني جريء لازم اكون عندي تخطيط مسبق للمواقف. جميل. انا عارفه ان هو مثلا هنروح عند فلان وعنده ولد مثلا هو بيحب اللعبه بتاعته، يبقى من قبل ما اروح يا حبيبي اللعبه دي مش هناخدها واحنا ماشيين، دي هنلعب بيها عند صاحبنا وبعد ما نخلصها نمشي. ماشي. هو جريء ممكن يشيلها ويمشي، لكن دي وقاحه اللي هو عملها ان هو يشيل اللعبه ويمشي ويقولها هاخدها وخلاص واخبطه دماغه في الحيط، دي وقاحه. لكن ازاي اخليه يقف عند الجراه ان هو يشيلها وبعدين يقول له بص يا حبيبي انا هسيبها لك اهو عشان دي بتاعتك، بس لما اجي المره الجايه هبقى العب معاك بيها. فانا كده انا كأم انا اللي فصلت بين ان هي تكون جراه او بين ان هي تكون وقاحه. يعني مشكور جدا في النهايه، ربنا يكرمك. حضرتك يمكن احنا اتكلمنا بقالنا فتره طويله لكن الكلام في الموضوع ده اكيد فيه كتير. بشكرك جدا في النهايه. شكرا لحضرتك اكرام، استاذ اكرام عصام، مستشاري التربويه، شكرا جزيلا ليك.